الاهلي يهدر فرصه ذهبيه ويكتفي بالفوز على الرجاء المغربي 2-1. كابتن شريف، يعني هنقول مبروك، ولكن يعني بصراحه كان النتيجه ممكن تكون احسن كده بكتير. طبعا نقول مبروك في ظل الاحداث اللي بتحصل في المباراه دي. مباراه سهله جدا، يعني الاهلي بيضيع فوز، يعني فوز سهل جدا انك انت تقدر تكسب من اول شوط زي ما انت عايز، وعندك النهارده تحركات وعندك فرص سهله جدا ممكن تجيب منها اهداف وترجم بيها اهداف، وعندك فرقه مساعدات وكل حاجه. كل حاجه اليوم يومك النهارده بخمسه ست اهداف على الاقل، يعني بعد حاله الطرد كمان لازم يكون في تنظيم احسن من كده، وفي هدوء في انهاء الهجمه، وفي شكل اجريسيف شويه في جوه ال 18، يعني لازم تخلص كره جايه بالعرض ما بستنى. اللاعب عايز الكره مقشره، اللاعب عايز كل واحد يديله كره مطرح ما هي موجوده، اللاعب مش شايف اللعيب اللي جنبه يقدر يصلح له، حاجات سهله جدا في الكوره لو انت عندك الميكانيزم السهل اللي انت شايف خلاص انت راكب المباراه، الكره الثانيه كلها بتاعتك انت. لم انا ما اعرفش، عندي تغييرات حصلت كمان، حسيت انها اللعيبه نازله مصابه، مش هقول لك اكتر من كده، دي لعيبه مش جاهزه. اللعيبه اللي نازله دي لعيبه مصابه، لعيبه مش ما عندهاش استشفاء كامل. لا هو احنا لو اتكلمنا كمان اتكلمنا بعد كده، بص احنا اتكلمنا في الشكل البدني، ها اللعيبه اللي نازله دي الشكل البدني بتاعها مش مظبوط، يعني اللعيبه جايه على نفسها كمان وبتلعب على حسب التغيير. قلت لك انت عندك دكه بره، اهم حاجه في الدكه اللي في اللعيبه اللي نازله دي تكون ما فيهمش حد فيه اصابات، استشفاء كامل، حاجات كده، فما حصلش تطور حتى في التغييرات. خروج ديانج بكل ماتش ياخد فيه انذار ويطلع لي ديانج، يعني ما مش لازم، يعني مش لازم لعيب عندك واخد انذار ابقى انا متعرض ان انا اطلعه عشان ما يطردش او ما اخدش انذار تاني. انت تلعب مباراه المفروض ان انت الجيم بتاعك، المفروض انت اللي راكب المباراه كلها، المفروض انت اللي بتسير ظروف المباراه كلها، عندك اطراف يمين وشمال، حتى لما علي معلول مش موجود، انما المباراه مديالك اريحيه جامده جدا انك تلعب زي ما انت عايز من ناحيه اليمين، خاصه يا كابتن بعد الطرد جالك ضربه جزاء ثانيه مش لازم سليه هو اللي يشوطها، يعني مش لازم اي حد تاني في الملعب ممكن بيرساوي يشوطها، لان خلاص حصل تعامل بينه وبين حارس المرمى ده، والضغط المعنوي والضغط النفسي على اللعيبه لازم انا من نفسي حتى انا واللعيب مش قادر اشوط ما شوطهاش، يعني 3-1 2-1 انت شكل الجيم بتاعك انت مسهل، يعني ما ينفعش النتيجه دي صحيح ما ينفعش شكل الجيم اللي انا اتفرجت عليه النهارده ده يبقى 2-1، وخاصه في مباراه افريقيا، يعني انما انت هتلعب برضه هناك زي كده، انما هتقابل بقى الجمهور العكسي اللي هو احنا جمهورنا هنا هو اللي بيشد الدنيا وقالب الملعب كله لصالحك وكده. وزي ما قلت لك فرقه بتعرف تضيع وقت، ضيعت بتاع 12 دقيقه ولا ربع ساعه والحكم تنازل وادالك خمس دقائق. في ناس لعبك بتقول لك انا مديك اتنين بنالتي وانت اللي مش عارف تخلص وده خمس دقايق انا ما اعرفش على وطرد فانت ما ساعدتش نفسك النهارده انك انت تروح هناك في المغرب في اريحيه او بسكور. انما المطلوب منك مع فرقه الرجاء انك انت اول ما تروح هناك يكون عندك رغبه ومفهوم التهديف، وبس الروح في اللعيبه دي والتاكتكس اللي هتتلعب لغايه الماتش الجاي لازم يكون هو ده، ازاي انا اروح بالفرقه اللي عندي دي او باللعيبه دي اترجم معاهم الشكل الايام اللي جايه دي التهديف في خارج الارض. بس انت هتروح هناك على الاقل عايز تحافظ على فرق الهدف، على الاقل مش عايز يجي فيك هدف مبكر. مش هينفع تلعب ديفندر تاني لغايه اما يجي فيا جون، اصل الهدف يطلعني بره. انا لو دخل فيا جون هطلع بره. ايوه مظبوط. انت لازم تلعب هناك انك بتجيب هدف، تجيب هدف مباراه ثانيه. يعني زي ما دخل فينا احنا الجون ب 2-1 هنا بقت مباراه ثانيه الشوط الثاني. ايوه. كان المفروض يبقى فيها هدف ثاني وثالث ورابع. بس انت ما كانش ليك الحظ انك انت تخلص المباراه. لازم مستر موسيماني يقعد مع اللعيبه ويحتوي اللعيبه، الجهاز الفني كله يحتوي اللعيبه ويحط لهم خريطه بشكل السيناريو اللي هيحصل المباراه الجايه. ان هم هيتفرجوا على نفسهم وقد ايه هيندموا على سهوله المباراه اللي كانت موجوده. على الشكل، وبعدين في لعيبه عندك النهارده محمد هاني بقاله كتير قوي ما بيلعبش. وليد سليمان بقاله كتير قوي ما بيلعبش. طاهر محمد طاهر بقاله كتير جدا ما بيلعبش. حمدي فتحي راجع من اصابه وواضح ان هو بيسلم واستلم على القد في نص الملعب، مش لو حد بيعدي وكمان ما عندوش السبرنت الفول سبرنت اللي هو اللي بيعاطف.
علي معلول مش موجود. يعني ان شاء الله الماتش الجاي باذن الله انا على ثقه تامه ان انا هنعدي باذن الله وهنكسب، واعتقد احنا ممكن نكسبهم هناك كمان. يعني نتمنى يا رب. لو انت عندك الثقه الكافيه للعيبه تتفرج على نفسها النهارده هتعرف خريطه الطريق الماتش الجاي باذن الله. هو انا لو لعيب مش هتفرج على نفسي تاني النهارده. ليه؟ لا بالعكس، لان انا عارف انا عملت ايه في الماتش غلط. ما احنا ياما تعرضنا لحالات نفسيه كده، التعامل مع الكوره ما بقاش منتلي جاهزين، يعني قلقانين خايفين. واحد زي ايمن اشرف لسه الثقه مش عارف يمسكها في رجله. ايمن اشرف ده قد كده 10 مرات، فهمتني؟ يمشي في لعيبه الحكايه هربانه منها. ايه السبب يا كابتن؟ الدخول والخروج والاصابات وكل لعيب. هتقول لي حسام حسن ما بيلعبش ليه؟ ما هو كان مصاب، ولما بيرجع المصاب دخوله محدود جدا مع الفرقه. عشان محمد شريف مش عارف يلاقي نفسه في المنطقه دي، ولازم اللعيب بنفسه هو. اعتقد ان احنا اكتر حاجه ايمن كان بتجيبنا التمرين. ايوه. كانش حاجه بترجعني الملعب تاني وابقى كويس قوي. أي. لما بحس ان انا كده، غير ان انا في التمرين ببقى مركز، ببقى بشوف ايه الحاجات اللي ناقصاني، ايه التفكير. انا يعني هقول لك على حاجه بس عشان ما اضيعش وقتي، انا كان في حاجات عايز اعملها في الملعب كنت لازم اعملها في التمرين الاول. ايوه. محمد شريف لازم يبقى عنده الرغبه التهديفيه في التمرين، التحرك في التمرين، الشوط الجامد، الالتحام الجامد، الكرات العاليه اللي بتيجي ما احطهاش ورا، بحطها براسي جامد جدا. كل ده اعتقد عايز شويه بس تدريبات فرديه كده، وشكل هم يعتمدوا فيه على نفسهم باذن الله. ما حصلش حاجه كبيره النهارده. بتلعب فرقه برده انت احسن منها، باذن الله تتوفق في المباراه يا رب ان شاء الله باذن الله. طيب كابتن علاء اضعنا في السهل النهارده. إذا جاءت رياحك إيه؟ فاغتنمها. رياحك جت النهارده بكل الطرق اللي أنت تتمناها فوق ما تتخيل. صحيح. مفيش النهارده أتحدى لو في واحد توقع في جماهير النادي الأهلي وفي الجهاز الفني واللعيبة توقع ظهور رجاء بالمستوى ده، كان توقع السيناريو بتاع المباراة كلها. أيوه. سيبك من الظهور بتاع الرجاء، سيناريو المباراة خلال خلال المباراة نفسها قمة الغرابة اللي في الدنيا. عمرك ما هيحصل معاك كده. شوط اول كنا لازم يطلع 4-5، طلعت 2-1. الشوط الثاني هو بدا الى حد ما متماسك، بعدين دقيقه 60 طرد، بنالتي ضاعت، بيلعبوا ناقص وخلاص. على كده تقريبا انت متسيد المباراه تماما من الدقيقه 59. كم الفرص اللي ضاع غريب جدا. يعني في حاجات الحارس تعامل معاها كويس، وهي حاجات بسيطه، وفي حاجات يا ايمن لازم التعامل معاها يبقى احسن من كده. التعامل مع المباراه بعد الدقيقه 60 كان لازم يبقى اهدى من كده واحسن من كده. لازم كانت تبقى كل هجمه بهجمه. موضوع التسديد ده كان لازم يبقى يهدى شويه. انت كان عندك وقت تعمل كل حاجه النهارده. سيبك من اخطاء النهارده، اللي حصل النهارده مش هيحصل تاني مع الرجاء، مش هيحصل معاك انت. يعني الاخطاء اللي حصلت النهارده والفرص الكتير قوي ضاعت دي النهارده مش هتتكرر. والرجاء على الجانب الاخر مش هتلاقيه بنفس المستوى ده، استحاله يا ايمن. يعني لو جبت ماتشات الرجاء في الدوري او في افريقيا مش هيبقى بالشكل ده. احنا كلنا اجمعنا وحللناهم قبل المباراه، ظهورهم بالشكل ده وانت متسيد المباراه من اول دقيقه لاخر دقيقه مع بعض الدقائق بس البسيطه، كانت لازم النتيجه النهارده كانت لازم المباراه تحسم تماما تماما. لكن كده صعبت ماتش العوده علينا جامد. صعبت خالص. لا انت بالظبط. احنا قلنا ايه ياما 120 دقيقه يعني. الشوط الاول انتهى النهارده. الشوط الاول خلص ليك انت 2-1، لسه في شوط ثاني في الرجاء. مظبوط. عندك فرصك وعندك حظوظك وعندك كل حاجه وعندك هتتعامل ازاي مع الفريق والضغط الموجود هنا والموجود هنا. اللي هيفرق بس في حاجه واحده، ان ده ملعب وجماهير. وجماهير. يعني الجماهير بتاعت الرجاء شرسه جدا فوق ما تتخيل. صحيح. والملعب. انت عندك لعيبه عندهم الخبرات الكبيره قوي انها في التعامل مع الموضوع ده، زي ما بقولها هفضل اقولها طول عمري، ان الجماهير مش تنزل الملعب. يعني انت شايف ان الحظوظ تبدو متساويه حتى في ماتش العوده؟ اكيد مفيش مشكله خالص، بل انت كمان انت احسن. هو لسه بيدور على هدف والتاني. ايوه. وما يستقبلش هدف. انت لا، انت بتلعب بتدور انت لا، هو لو جاب هدف خلاص. ماشي. ماشي. ماشي مع هدف هيجيب هدف. هل انت مش هتهاجمه خالص؟ مش هتقلق خالص؟ لا ده بالعكس، انا كده بالعكس. طيب هو برضو الضغوط كتيره عليه. خد بالك يا ايمن، ضغط الجماهير نفسها وضغط ان هو عايز يكسب دي لوحدها ضغط جامد جدا. انت على الجانب الاخر لا ماشي، النهارده مباراه كسبتها باخطائها
بالحاله اللي عمرها ما هيحصل فيها الرجاء، كنت لازم تستثمرها كويس جدا جدا جدا. مفيش حد النهارده خارج من 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 استاد السلام مبسوط، لان النهارده انت عندك فرصه نادره لما تحصل. ما حصلتش معاك ايام بالطريقه دي. صحيح. لو رجعت لورا كده بكل المباريات اللي عملتها في التصفيات، المريخ والهلال السوداني مع احترامي الكامل ليهم ما ظهروش بالمستوى ده، ما لقيتش كم الفرص دي، ما لقيتش كم المساحات دي، لا كم الاستحواذ ده. لا انت النهارده كل حاجه كنت تتمناها، انت قبل المباراه اما لو تخيلت وسرحت مع نفسك كده قلت يا سلام لو اقدر استلم واجيب جول واتحرك والاقي مساحات ولا لقيت كل حاجه. أي. ولقيت ضربتين جزاء ولقيت طرد. انت النهارده لا، النهارده كل حاجه انت مش متخيلها حصلت. عشان كده النتيجه مش مرضيه لينا كلاعيبه، عشان كان عندك فرصه، وفرصه كانت حلوه قوي النهارده، كنت ممكن 3 و4 وكنت ممكن تخلص المباراه تماما النهارده. كان بلال كان قالها قبل كده، النهارده كانت الفرصه دي تحقق الكلام ده. لان كل حاجه كانت موجوده النهارده في الملعب، مساحات موجوده والزياده العاديه موجوده، وانت ضاغط وبتضيع اهداف. لكن اللي يعابها لعيبه النادي الاهلي اخر نص ساعه كان في نوع من الاستعجال الغير مبرر. مفيش المشكله دي، كان لازم حد في الملعب بره الملعب لازم الهجمه تبقى هجمه، الهجمه تبقى هجمه دائما، ناس مستناكم مرصوصه. مظبوط فاهمني. ابدا والمشكله ان هم مرصوصين زي بعد فترات الشوط الاولاني. لا استنى، ان هم مرصوصين. ومع هذا في انفرادين لبيرسي تاو. مظبوط. يعني حتى الوقفه الدفاعيه بتاعتهم غلط، يعني صح. واقفين بيدافعوا لكن واقفين غلط. يعني بيرسي تاو النهارده فيها هدفين في الشوط الثاني في البينيات. مفيش. مظبوط. يعني موجوده الاثنين موجودين. التسرع اللي حصل في التسديد ليه بتسرع ليه؟ لازم، عشان كده دايما بنتكلم بنقول لازم حد في الملعب اهدوا، الهدف هيجي بس هيجي بهدوء. انك ازاي توصل للمكان المؤثر، ازاي توصل الكره لاحمد عبد القادر في الحته المؤثره واحد على واحد. الموضوع مش موضوع كره سطح على الفاضي، او مش موضوع تسديد غير مبرر. طب هل ركله الجزاء المهدره اثرت شويه؟ ماشي بتحصل. اثرت. لكن انت عندك وقت كبير لسه، وانت زايد عدديه. يعني ضربه الجزاء ضاعت بتحصل على فكره في كل العالم، مش مع عمرو السوليه، عادي جدا بتحصل. لكن الفرق الكبيره وانت اكبرهم وسيدهم زي ما اتكلمنا، سيد افريقيا زي ما نقول، عادي جدا بنالتي ضاعت. لكن انت ما زال انت الاحسن، وانت زياده عاديه عندك انت، وانت مستحوذ على اللي راكب الجيم، على الجيم تماما. مزبوط. هو كل بيعمل بس بيحاول يضيع وقت بفاول بقاوت بكره طويله، ومع هذا ضيعوا انفراد في الشوط في اخر الشوط الثاني. كان ممكن بقى هنا الامور كانت بجد اتقلبت تماما، كانت بقى اتصعبت بالكلمه يعني بمعنى الكلمه. هي. لكن الشناوي اتعامل معاها الحاجات دي برضو بهدوء بقى خالص، مش النهارده ولا بكره. لازم تركز فيها بقى حاجتين، استعجالك عشان تخلص الكوره بسرعه، ووقفتك الدفاعيه اللي مش لازم تحصل هناك، ان الموضوع هناك هيبقى مختلف تماما. هي. لازم اللعيبه تبقى عارفه ان المنظر بتاع النهارده ده مش هيظهر بيه الرجاء على مدى التاريخ، مش هيظهر بيه ايمن تاني النهارده. عشان كده بقول لك رياحك جات لك، كنت لازم تغتنمها احسن اغتنام، تكسب النهارده مباراه مع فريق قوي بنتيجه اهداف عاليه جدا، تسافر المغرب وانت مستريح تماما على المباراه اللي هناك. لكن خلاص المباراه انتهت، خلصت بقى بحلوها بمرها زي ما نقوله، مفيش كلام النهارده ولا بكره كمان. تبدا تتحضر للمباراه ان شاء الله القادمه، وعندك وقت كويس جدا، عندك راحه كويسه، وعندك اعداد كويس لحد المباراه القادمه ان شاء الله. تبدا تشوف هتلعب ازاي، الافراد تلعب ازاي، طريقتك ازاي، هو ده اللي الصح. بس ارجو ان التعامل المباراه يبقى بهدوء مش بعصبيه خالص. انا مش رايح عشان ادافع على الهدف خالص، انت في الاخر اسمك النادي الاهلي. هو برضو عايز يكسب، بس هو قلقان لان هو عارف ان انت عندك عناصر مؤثره جدا جدا جدا. صحيح. كابتن اسامه، فوز مهم طبعا للنادي الاهلي، ولكن كنا نتمنى افضل من كده. مفيش شك، احنا زي ما قلنا بين الشوطين وقبل اللقاء، انت عايز تكسب بنتيجه جيده وما تستقبلش هدف. يعني 1-0 افضل من 2-1، 2-0 طبعا افضل. لكن في النهايه انت كسبت، فمبروك انك انت كسبت. أي. زي ما علاء قال، ممكن كنت تتعاقب في الاخر بالكره الاخيره اللي ضيعها. مظبوط. الشناوي صدها في الدقيقة 90 او في الدقيقة 90، دقيقة 93 من الوقت بدل الضايع، الثالثة من الوقت او الرابعة من الوقت الضايع. من اسهل المباريات اللي جت للنادي الاهلي في تاريخه الافريقي، ويمكن كمان اسهل من مباريات لعبناها هنا في الدوري العام. صح.
مفيش فرقه لو ترجع كده للماتشات الافريقيه اللي فاتت او في الدوري حتى مفيش فرقه رحنا عليها بكم هذه الفرص السهله والارتباك اللي عندهم في خط الظهر، لدرجه ان الراجل قلت لك غير طريقته من 3 4 3 او 5 4 1 ل 4 3 3 لما نزل فابريس نجومه مكان الياس الحداد بعد الهدف الثاني، لانه لقى ان الثلاثه الارتباكات اللي بيلعبهم في لخبطه غير طبيعيه، فزود واحد في نص الملعب، قال لك ما كده كده بقى الناس بتوصل للجون، ومع ذلك برضو الشوط الثاني انت بتوصل للجون بسهوله جدا جدا، ولكن لم تستغل الفرص اللي جات لك. ليه؟ لم شويه رعونه، شويه بعض الانانيه في بعض الكور لما نشوفها من بعض الناس كانت ممكن تلعبها بسهوله بتزود في الترقيص، شويه استعجال ورعونه زي ما قلت لك، وبالذات في ال 25 او ال 20 دقيقه الاخيره ابتدت في استعجال انك انت 2-1 وعايز تجيب الكره بسرعه، وعصبيه في نهايه الهجمه، مش فاهمين عصبيه في نهاية، بالرغم ان انت متفوق عليهم حتى في الزياده العدديه. مظبوط، انت متعصب، فانت الماتش مشيلك بشكل حلو قوي، سيناريو ما فيش اجمل من كده، حلو جدا. دقيقه جون في الدقيقه 11، جون في الدقيقه 23، طرد في الدقيقه 60 او 59، كل الامور كانت ماشيه، كل الامور كانت ماشيه سهل جدا 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 انك تعمل سكور وتنهي الماتش من هنا. يعني احنا يمكن قبل اللقاء كنا بنقول الماتش مش هينتهي الا غير في المغرب، لكن باحداث الشوطين اللي احنا شفناهم كان ممكن الماتش ينتهي هنا، كان ممكن ينتهي 3-4 وتخلص وهناك يبقى الماتش مش هنقول نزهه، ولكن كان هيبقى سهل جدا. برضو في علامات استفهام، اول حاجه لماذا خرج ديانج؟ ديانج افضل لاعب في النادي الاهلي الشوط الاولاني، افضل لاعب في النادي الاهلي الشوط الاولاني، كميات جري غير عاديه، قطع كوره، تسليم وتسلم، زياده عدديه لقدام، عامل حركه غير عاديه. دي هنتكلم عليها لما نتكلم في النواحي الفنيه. ماشي، ما هو دي يعني هو في تقصير يعني. ما هو انا بتكلم ما انا كابتن شريف انا معاه، وعلاء قال برده نفس الشيء. طب ليه ديانج ليه افضل لاعب في الشوط الاولاني يطلع؟ ماشي. الحاجه الثانيه برده نفس الشيء، لماذا خرج محمد شريف؟ محمد شريف كنا بنلعب تقريبا براسين حربه، بيرسي تاو لما كان شريف موجود، حتى لو شريف مش احسن حالاته، بيرسي تاو كان هربان على طول سهل. كل شويه انفراد، مشغولين بشريف كل شويه انفراد، حتى الجون الثاني بيرسي تاو راح هربان، اتلعبت شريف السرد باك وقع معاه، راح حسين شحاته جاي من وراه وحطها. انت خرجنا شريف في وقت هم 10 واحنا محتاجين فيرويد تاني بالظبط، ولعب بيرسي تاو لوحده داخل ال 18، فبقت رغم ان جات له فرص برضه، بس بقت العمليه الحركه ضيقه عليه، صعب عليه. طيب شريف خرج، طب لماذا لم ما نزلش حسام حسن؟ وخاصه ان في نقص عددي، يعني في نقص عددي وهم ما بيوصلوش للجون، يعني هم بيحاولوا يخلصوا الهجمه بسرعه لان هم 10 وكده. فهي في اخطاء كتيره حصلت في اهدار فرص، في بعض التغييرات اللي حصلت زي ديانج وشريف، حتى على فكره حسين الشحات جاب جون وعنده خطوره وهدوء من اكتر الناس داخل ال 18، عنده هدوء ان بيرقص ويقف وممكن يحطها لك، حتى كره ضربه الجزاء الثانيه وقف وهدي عليها وراح حاططها في الزاويه الفاضيه، الراجل عملها بايده واتطرد. كان في ناس تخرج قبل حسين الشحات، يعني في ناس كانت تخرج قبل حسين الشحات. فانا شايف برضو ان التغييرات النهارده بالنسبه لديانج وشريف وحسين الشحات ما كناش موفقين فيها، مع اهدار الفرص السهله، مع العصبيه والرعونه اللي حصلت في نهايه اللقاء عشان نجيب جون. ولكن انت لعبت شوط ولسه في شوط هناك، وياما عملنا نتائج اسهل من دي كمان، يعني قصدي اصعب من دي، كنا بنتعادل هنا ونروح نكسب هناك. الترجي. مظبوط. 2-2 من الترجي هنا والصفاقسي، وكسبنا هناك في النهائي والوداد المغربي، متعادلين هنا ورحنا كسبناهم هناك 1-0 بجون رامي ربيعه، واول كتير يعني حصلت كتير. فهو الموضوع بس ان الماتش اتصعب، كان ماتش سهل واتصعب، لكن انت النادي الاهلي، انت بطولتين افريقيا الاخرانيين، انت رقم واحد، انت عندك لعيبه كتير، فسهل جدا تجيب فيهم اجوان هناك، زي ما سهل النتيجه بالنسبه، مش سهل
بقت النتيجه بالنسبه لهم 1-0 قريبه. لكن انت برضو سهل قوي تكسب هناك او تتعادل او تجيب 1-1 او يعني تسهل تجيب اهداف يعني. فالامور الحمد لله برضو انك انت طلعت كسبان وعندك ماتش ان شاء الله تفكر فيه بتركيز وهدوء وان شاء الله تقدر تتخطى العقبه دي باذن الله ربنا. كابتن بلال، يمكن انا قلت لك بعد تلت ساعه من الشوط الاولاني واحنا بنتفرج شكل جملتك اللي انت قلتها لي هتتحقق فعلا النهارده، والسيناريو كان ماشي للنادي الاهلي، بس ليه النادي الاهلي ما قدرش يستغل تفوقه والنقص العددي كمان الشوط الثاني بالنسبه لرجاء المغرب؟ شوف يا كابتن، انا يمكن من الماتشات اللي انا يعني ضايقتني الحقيقه النهارده، ماتش ضايقني جدا يعني. عندك كل حاجه، سجلت هدف في اول 10 دقائق، سجلت الهدف الثاني في الدقيقه 23، تمام. انت مسيطر بشكل كبير جدا على كل حاجه في الماتش، بتلعب فرقه عندها الاثنين السنتر باكس والاثنين الرايت باك والليفت باك، الاثنين في أسوأ حالاتهم الفنيه، تمام. حارس المرمى ابتدى مهزوز في بدايه الماتش، عندك كل المقاومات انك تسجل. شريف كره عرضيه بيضيعها، برستاو بعديها شريف واحده ثانيه اللي هي تسجل، اللي هي جت منها البنالتي. المباراه كانت مهيئه ان الاهلي يكسب النهارده 4-4-4-5. احنا كنا رايحين، احنا بنتكلم النهارده يا جماعه طب احنا عايزين نخلص الماتش ما نروحش المغرب، يعني عايزين نكسب 4 ما نروحش المغرب يعني. وكانت كل الظروف متاحه بالنسبه لك. احيانا بيبقى في مكسب يزعل، ده مكسب يزعل جدا الحقيقه. مكسب يزعل. بص، نتيجه 2-1 هي اصعب نتيجه في كره القدم، وضع طبيعي. 2-1 1-0 خلاص خرج، صح تمام خلاص المباراه. بس ان شاء الله ان شاء الله. لكن انت بتتكلم عن النادي الاهلي برضه، ما بتتكلمش على فرقه ضعيفه، بتتكلم عن النادي الاهلي. عنده امكانيات وعنده قدرات وعنده سبيريت وعنده جمهور وعنده اعلام وعنده حاجات كتيره جدا جدا جدا، تمام. وعنده تاريخ، تمام. في اللقاءات الصعبه دي برضه عنده تاريخ بالظبط. لكنها مباراه صعبه، مباراه صعبه هتكون هناك، ده وضع طبيعي. احنا صعبنا الماتش بالهدف اللي جه فينا في الدقيقه 45 او 44، صعبنا الماتش جدا، دخلناهم. كنت بقول لك يا كابتن في قبل الشوط الاول، المباريات اللي زي دي بتبقى محتاجه روح قتاليه عاليه. ايوه، انت لما سجلوا الهدف هم روحهم القتاليه ارتفع بشكل كبير جدا. ومع ذلك اتيحت لنا فرصه من اهم الفرص في الماتش اللي قتل الماتش مره ثانيه بركله الجزاء وكارت احمر كمان في الدقيقه 59، يعني انت عندك نص ساعه بتلعب زياده العيد. كابتن اتكلموا فنيا، انا النهارده بشوف ان مستر موسيماني غير موفق على الاطلاق في التغييرات، على الاطلاق في يعني في 90% من التغييرات، تمام. انا مطرود من اللعيب، مطرود من الفرقه الثانيه لعيب، انت افضل، طبيعي جدا انك وانت بتغير الحته اللي قدام خلاص. انت يعني انا يعني في كره القدم بتبقى معروفه، سيناريو معروف، الفرقه اللي بيطرد منها لعيب بترجع تلعب 8 ولعيب قدام بتتمركز في القلب، فانت بيبقى عندك الفرص المتاحه بالنسبه لك انك تعمل الكرات العرضيه. ولعب النادي الاهلي اكتر من حوالي 20 كروس عرضي من ناحيه اليمين او من ناحيه الشمال، اجاد هاني بشكل كبير جدا في الكرات العرضيه. كان من الطبيعي انك تلعب باثنين راسين حربه في الوقت ده، تلعب بشريف وتلعب بحسام حسن كراسين حربه اثنين، ممكن او استغلال حسام حسن ممكن نقول امكانياته البدنيه ممكن تسمحلوش ان هو يعمل سبرنتات ويلعب بره الملعب لعودته من الاصابه، لكن وجوده في ال 18 كان هيبقى امر مهم بالنسبه لي. يعني انت كنت ضد التغيير بتاع محمد شريف بعد الطرد؟ ضده تماما. مين يا كابتن في فرقه النادي الاهلي في الثلاثي في الرباعي الامامي بيلعب بدماغه؟ مين؟ ولا واحد، ولا لعيب من اللعيبه اللي موجوده في الملعب بيعرف يلعب بدماغه. عشان نبقى احنا كمان منطقيين في الكلام اللي بنقول، أيوة. فكان من الطبيعي انك تلعب باثنين راس الحربه، عملت كثافه عدديه، يبقى في لعيب كمان بيعرف يلعب بدماغه، تستغل الكرات العرضيه اللي موجوده اللي اتلعبت اكتر من حوالي 20 ما بين ركلات كورنيه واحده بس الشوليه خدها وحطها وما بين يعني كروسات عاديه كروسات، تمام، اكتر من 20 كوره. أيوة. وللاسف ما فيش اي حد، انت ما عندكش اللعيب اللي بيقدر يشتغل في الحته دي. التغييره بتاعت ايمن اشرف بمحمود وحيد يعني تغييره بالنسبه لي ليها علامات استفهام. انت برضو انا مطرود من الفرقه واحد وانا مسيطر والفرقه بتلعب ب 10 9 لعيبه في ال 18 بتاعها وبغير باك ليفت الباك ليفت. انا كان ممكن اغير الطريقه والعب بثلاثه واحط واحد برضو هجومي يلعب في الحته الهجوميه اللي قدام وازود الكثافه العدديه، خاصه انت كمان حتى وهم بيلعبوا بكثافه عدديه اي كره من القلب متاحه ان هي تتسجل هدف، اي كره من القلب
اي كره من القلب. نستاذنك كابتن بلال بس نروح لزميلنا كريم احمد ولقاء مع كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. بجد التحيه ليك من جديد كابتن ايمن شوقي، طبعا كل جمهور النادي الاهلي بنبارك اكيد النهارده، لكن ظروف المباراه وكل الامور دي هنتكلم فيها مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره. ببارك لك كابتن سيد النهارده، يمكن الظروف نقول بدلك النهارده ببعض الامور وفي بعض طبعا ركله الجزاء الاخيره طبعا، لكن بشكل عام شايف الجيم ازاي؟ عندنا لسه شوط كبير جدا وعندنا امل كبير جدا ان شاء الله في مباراه العوده. يعني طبعا الحمد لله طبعا على كل شيء، كنا نتمنى انها تبقى فرق الاهداف يبقى اكتر من كده، لكن برضو في النهايه يمكن الحظ ما كانش معانا النهارده في عدد كبير جدا من الفرص في الشوط الاول، يمكن في بيرستاول وحوالي 2 3 لوحده، وعندك عمرو سليه البينالتي والهيدرز كمان اللي عمله في الشوط الاول، احمد عبد القادر ووليد وطاهر وشريف، لكن هي في النهايه دي الكوره خلاص خلصت، المباراه انتهت، مش هتتعاد، مش هتعاد منها دقيقه واحده، لكن عندنا 90 دقيقه هناك في المغرب في استاد محمد الخامس. المباراه ان شاء الله الرحمن هتبقى يوم الجمعه اللي جايه الساعه 12 بتوقيت مصر هنا ان شاء الله. المباراه دي كلها بتتاخد بالشخصيه وبطريقه التفكير، هتنزل بشخصيتك وهتنزل بقوه فكرك هتكسب ان شاء الله الرحمن. يعني خلينا بس نستعد كويس، المباراه دي انتهت 2-1 كسبانين، لحد دلوقتي احنا كسبانين، لكن هناك عندنا 90 دقيقه من النار، عندنا 90 دقيقه جباره هناك، اللي خايف ما يجيش معاك يعني، فهتروح هناك هتلاقي جمهور طبعا يعني 60 70 الف متفرج، وضع طبيعي من اول دقيقه لاخر دقيقه، لكن في النهايه هنشتغل ان شاء الله الرحمن. احنا قلنا لهم كده دلوقتي حالا بعد اللقاء ان شاء الله الرحمن هنكسب هناك باذن الله ونعمل نتيجه كويسه ان شاء الله. مطلوب ايه من اللعيبه يا كابتن سيد؟ ولا حاجه، خلاص المباراه انتهت، المباراه انتهت بكل ما فيها، ما حدش هيرجع فرصه ويعيدها من جديد، خلاص انتهت، لكن عندنا الفرصه هناك. احنا لحد دلوقتي لحد لحظتنا اللي احنا فيها ديت احنا كسبانين فرق هدف يعني، فهنروح هناك هنروح بطريقه تفكير معينه باستعداد معين. بكره ان شاء الله الرحمن هيبقى عندنا الريكفري بتاعنا ان شاء الله قبل الفطار، وبعد كده هيبقى عندنا يوم الاثنين راحه، وبعد كده نسافر الثلاث الصبح باذن الله، هنكون في المغرب الساعه 11 لمباراه مستنيانا واحنا كمان مستنيينها باذن الله، اللي هتبقى يوم الجمعه يوم 22 الساعه 12 بالليل باذن الله. لكن مش هطول عليك يا سيد، لكن النادي الاهلي الوحيد في مصر اللي لا يحاسب على الغيابات، عندنا غيابات كثيره جدا، عندنا ظروف كثيره جدا، ظلم كبير جدا. انا كريم مش عايز اتطرق للموضوع ده، انا بتعامل بالواقع، اللي غايب غايب واللي موجود موجود، احنا عندنا ثقه في كل الناس اللي موجوده. هنلعب الرجاء، هنلعب الرجاء في المغرب يوم 22 على بطاقه التاهل ان شاء الله باذن الله، هنرجع بيها باذن الله. شكرا جزيلا، كل الشكر والتقدير للكابتن سيد عبد الحفيظ. ويمكن هاخد من كلام كابتن سيد يا كابتن ايمن، طبعا الاصرار موجود والعزيمه موجوده والرغبه موجوده ان شاء الله باذن الله، ربنا يوفقنا. سيد قال احنا كسبانين، هي الظروف طبعا يمكن صعبت بشكل كبير جدا، لكن ان شاء الله باذن الله ثقتنا كبيره جدا في كل اللاعبين في بيت عثمانيه، ورب ان شاء الله القادم يكون افضل ومباراه العوده تكون من نصيب النادي الاهلي. كريم احمد باذن الله القادم يكون افضل ان شاء الله مع النادي الاهلي. كابتن بلال، فكنت بكلمك على التغييرات يا كابتن ايمن، اوقات كثيره جدا 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 تمام، المدير الفني يعني لازم يبقى فيه نوع من انواع المجازفه في هو هي اللي انا بقوله ده مش مجازفه، اللي بقوله ده حاجه يعني جرأه، ده طبيعي، حاجه طبيعيه طبيعيه نتيجه احداث المباراه. عندي عندي لسه عندي 10 دقائق تمام، وعندي راس حرب قاعد بره، وانا غيرت راس الحرب اللي موجود عندي، وعندي باك ليفت اغيره فنزل راس حرب، وناقص عدد من فريق يعني ده الطبيعي. فعشان كده بقول لك في سوء توفيق من حتى من التغييرات بتاعه مستر موسيماني النهارده. اللعيبه كمان النهارده افتقدنا حاجه مهمه جدا يا كابتن، احنا كسبانين 2-1، الهدوء. النهارده مفيش هدوء في الملعب، كان في اربعه كبيره الشوط الثاني، القائد الليدر مفتقدين واحد يقول طب نهدى يا جماعه نلعب كوره على الارض نباصي، الموضوع اسهل من ان انت كل كوره عايز طق طق طق. يعني في وقت من الاوقات محتاج تبقى هادي، وقت من الاوقات محتاج انك تروح للجول ب 20 باص، مش يعني وانت كمان تقدر تعمل الكلام ده، فرقه الاهلي تقدر تعمل الكلام ده. 20 هم كبيرهم ثلاثه، ما اقصدش يا كابتن يعني انا كرات ثلاثه انت وجوه، لو قعدت تدور التمريرات والرابعه انت بتوصل. حصلت اكتر من مره النهارده صح؟ اه والله الكروش كانتري ده اللي هو اللونج باس ده ملوش اي لازمه. ما ده اللي انا بقول، الهدوء يا كابتن، انت محتاج تلعب بهدوء شويه، يعني الهدوء يديك تركيز اعلى، انما النهارده كله عايز اجيب جول، مستعجل على الجول الثالث بسرعه، فبتلعب الكره اسرع، فبتلعب كره طويله فتتقطع فترجع لك ثاني. احنا حاسين ان الماتش خد رتم مش بتاعه، صعبنا الماتش. مش ده المفترض يكون رتم الاداء يا كابتن من الدقيقه 60، لا من الدقيقه 60 بعد ما طرد اللعيب خلاص احنا بنهدى. يعني نفس السيناريو ده انت عملته مع الهلال السعودي، بس عملت ايه؟ تلعب تباصي على جنب تروح. أيه. تسجل هدف مظبوط تمام، بكل هدوء وكل اريحيه مسكت الجيم
لان الجيم انت اصلا يعني مسيطر عليه من البدايه. كابتن مين يا كابتن؟ هم كانوا اسهل من الهلال السعودي. اسهل بكتير جدا، اسهل بكتير جدا، يعني اللي طرد منه اثنين انت متخيل؟ اسهل بكتير جدا يا كابتن. فكان ممكن النهارده تبقى هادي جدا في الملعب، توصل للجول بسرعه، تقدر تسجل اهداف. صحيح. تمام. ففي حاجتين النهارده افتقدهم النادي الاهلي من وجهه نظر الشخصيه اللي ساعدوا ان الماتش يطلع بالنتيجه دي: الهدوء والتغييرات. هدوءك، ما كانش فيه هدوء عندك، كان فيه سربعه، مش حتى مش هقول تسرع، لا عايز بسرعه وتباصي وتجري تشوط، وكل يعني محمود وحيد الكره على ال 18 محتاج انك تقف فبتشوط، وليد سليمان محتاج انك تقف فبتشوط، فارس تاو محتاج انك تقف فبتشوط. لا يعني محتاج تهدى شويه، محتاج تهدى. احنا ما زلنا 2-1، ما زلنا احنا اللي كسبانين، احنا اللي احنا يعني لينا الغلبه او احنا الادفانتج عندنا عند النادي الاهلي. انت تروح هناك تتعادل 0-0 تصعد، تتعادل 1-1 برضه تصعد كنادي اهلي. والاسم بتاع النادي الاهلي كبير انه يصعد، يعني عامل المواقف دي مرينا بيها كتير جدا 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 طبعا. نتعادل هنا 1-1 ونروح نكسب هناك 1-0 نتغلب، بس انا مش عايز ان احنا نبقى رايحين منهزمين برضه. دي نقطه طبعاً مهمه جدا، دي فرق طبعا تفرق جامد. 1-0 يعني 2-1 نتيجه صعبه شويه في كره القدم، ولكن انت برضه النادي الاهلي عندك خبرات كتيره جدا، انت لاعب دلوقتي يعني لو وصلت يعني انت لاعب 3 فاينل و4 كسبت 2 وتغلبت 1 تمام، فانت مريت بالمواقف الصعبه دي كتير كتير قوي. بس خليني اكلمكم على الفتره اللي جايه، ما هو ده ماتش وخلاص طويت الصفحه بتاعه، انت كسبت 2-1، الفتره اللي جايه محتاجه برضو دعم جماهير. يعني انا في نفس هتدعم هنا ولا هناك؟ لا 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 انا بتكلم انا بتكلم على لا اتفق معاك في الحته دي. ليه طيب؟ الماتش اللي جاي محتاج المدير الفني واللعيبه. لا 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 خلاص انت خرجت من اطار لا 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 انت كابتن علاء فاهم عايز الفتره دي انت بتتكلم على 5 ايام انا بتكلم على دعم الجماهير، يعني مش محتاجه هجوم من على السوشيال ميديا ليه لعيبه النادي الاهلي بصوره يعني اكيد لا طبعا مبالغ فيها. لا 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 انت كسبان 2-1 مظبوط بالظبط، انت برضه كسبان 2-1 بالظبط، انت مش متعادل بالظبط، انت لو لا قدر الله متعادل يعني كان ممكن نقول ان الامور صعبه، لكن انت يا كابتن كسبان، يعني انت رايح وانت كسبان، ما لسه انا بقول من شويه انت رايح كسبان 2-1 فنتيجه 0-0 نتيجه 1-1 انت تصعد بالظبط. وبعدين انت يعني هو جمهورك بيزعل ليه يا كابتن؟ هو جمهورنا ده زعل ليه؟ عارف علشان انت ما استغلتش الفرصه. على فكره هو مش زعلان عشان النتيجه 2-1، عشان النتيجه كانت ممكن تبقى 5-6. ايوه ايوه الجمهور زعلان عشان كده طبعا طبعا، مش زعلان يا كابتن. بلال الجماهير بتحس نفس احنا بنقوله، بس احنا بنعبر في الملعب، هو كان بيتفرج فهو خارج يا جماعه اللي هو يعني باللغه الشارع مش مصدق. الماتش سهل قوي، كان لازم يطلع 5. ما انا بقول لك يا كابتن كابتن علاء بقول لك ايه، مش في ساعات احيانا في مكسب يزعل؟ ده مكسب يزعل. هي بقى الناس يعني احنا بنتكلم احنا بنحلل كلنا حته فنيه وتغييرات والشكل كده، هو خارج من الملعب يعني بيكلم صاحبه ولا معاه اكيد، والنهارده مثلا بالليل هم قاعدين او بيسحروا ازاي ده النهارده الماتش، فاهم انت؟ الماتش كان سهل جدا، ممكن نطلع كان 5. هو ده اللي الجماهير بتتكلم فيه. انا هسهلها لك يعني. قول يا كابتن. ما النهارده بيتساوش اتحرك في الشكل الامامي ده هايل. وكسر الدنيا مزبوط. اول تايم مزبوط. وجات له كورتين ثلاثه وعمل كورتين حلوين، عايزين كورتين زي دي في المغرب. النهارده احمد عبد القادر مسك الراجل الباك رايت ده واحده واثنين وثلاثه وبيرقص فيهم زي ما هو عايز، عايزين يبقى شكله احترافي شويه والتعامل جوه ال 18. بلال قال لك الهدوء في التعامل معاه، هناك عندك كم من الهدوء في بناء الهجمه لانك مجبر على كده. هناك هيلعبوك 11 تاني وهيحاولوا يجيبوا فيك اي هدف، وكل الظروف اللي كانت معاك هنا هتبقى معاهم هناك. النهارده عندك نص ملعبك كان ماسك الجيم وهم ما عندهمش اي انياب وما بيعملوش اي حاجه الا بعد ما انت بتفقد الكوره او بتغلط. كويس؟ النهارده انت عندك لعيبه كتيره راجعه الملعب ولعيبه مش موجوده ما عندهاش استشفاء وارتياحيه واريحيه في الملعب تديك العلامه الكامله في الحاله البدنيه. كويس؟ وخرجت وكان عندك شكل هايل. لازم اللعيبه تتفرج على نفسها ان هي عندها لمسه اخرانيه بالزبط. بشكل تهديفي. ليه مفتقدينها؟ ما عندكوش اي حاجه ناقصه. ليه مفتقدينها؟ عندكم الروح، عندكم الاداء، عندكم التكوين، بتطلع من يمين وشمال، عندك الكره الثانيه بتاخدها وخلقت فرص لدرجه ان احنا كلنا قلنا احنا ادينا الرجاء اكتر من حقه. ادينا واحنا بنحلل الرجاء شفناهم في مباريات قد كده 10 مرات. كويس. فانت عندك جميع التدعيمات اللي انت عايزها من خلال المباراه دي لما تقعد تتفرج عليها. ما عندكش اي حاجه ترهبك. كويس. ما عندكش اي حاجه غير انك تلعب لعبك ماشي بروحك بتقاتل على كل كره مشتركه هناك، دي حاجات اي بي سي كره القدم. صح. لو انت عايز تكسب، لو انت عايز تطلع من الدور ده وانت عندك الامكانيات انك تعمل كده. تحط بقى كتيبه اللعيبه اللي هي تليق بالمباراه الخارجيه اللي هناك. انا مش هحط لعيبه
لسه هنجرب بقى. انا عايز اللعيبه دي تعمل ريفنج للخمسه سته اللي انت بتتكلم عنهم. ايوه فاهم قصدي؟ اللعيبه دي تقول انا كنت النهارده لازم اكسب خمسه وسته. قفشه ده لو لعب اساسي المره الجايه ينزل يكسر الدنيا. طاهر لو نزل يقول لك انا عملت تسخين وتعرفت على الفرقه دي، انا اعرف اختارك من هنا ومن هنا واعرف اخلص. الهدوء برضو والهدوء صح. في التعامل مع الفرقه دي، انك انت تتعبهم نفسيا، تمسك عليهم كوره. بس الاجواء هناك مختلفه، اللي هي الظروف مختلفه. هقول لك الاجواء مختلفه فين. ماشي اتفضل. ممكن يفكر بسولية وديانج وحمدي فتحي ثلاثة في نص الملعب. ادي الشكل أنا المختلف. انا كنت لسه هاجي لك اقول لك يبقى كده. ولو حد في دول خد انذار الشوط الاول هتعمل ايه؟ لا دي قصه. لا يا كابتن لا، بص يا كابتن دي قصه بقى ثانيه، دي قصه ثانيه مش بتاعتي ولا بتاعتك في التعامل. هو بص يا كابتن، احنا بنتكلم لصالح النادي الاهلي تمام، وبنتكلم فنيا في كره القدم. مظبوط. كابتن اسامه يعني اثار النقطه دي في بدايه كلامه، قال ان خروج ديانج يعني كان فارقه اثر على في نص الملعب. مظبوط تماما، اتفق تماما مليون في الميه طبعا، وانا معاك اتفق تماما. طب كابتن انت كل واحد هياخد كارت اصفر هتغيره؟ الامر صعب جدا، ممكن يبقى واحد عندي هو اللي بيكلم، يعني انا راس حربه النهارده، راس حربه ماشي تمام، خط انذار، اتردت على الجول، مسك الكره بايديا، هتغيرني عشان انا خدت انذار مخافه من الانذار الثاني؟ لا يعني دي مش اول واقعه، مش اول مره يحصل فيها تغيير للعيب ياخد انذار، مش اول واقعه يحصل فيها تغيير لاعب انذار ويتقلب الماتش بنسبه كبيره عليك تمام. لا هو ممكن او ما يكون تقدرش تسيطر على مجريات الماتش ازاي او تغير. بص يا كابتن في تغيير بيغير سيستم اللعب، بيغير طريقه اللعب، بيغير كمان الانسجام ما بين اللعيبه وبعضها. تغيير ديانج تمام، رتم سريع، ضغط على الخصم، عامل لك الاستحواذ في نص الملعب، عمليه التحول كمان اللي بيعملها، الضغط الامامي كان عامل الكلام ده بشكل كويس جدا ال 45 دقيقه الاولى، لما اتغير بسبب الانذار اثر علينا بعض الشيء الشوط الثاني بشكل كبير جدا. خد بالك اللعيب برده ذكي، خد انا كديانج مثلا، ما انا لازم الكلام ده، ممكن اقول لك على حاجه، ممكن الكلام ده نعمله معايا ايمن اشرف ماشي. ايمن اشرف اجريسيف شويه يعني، ممكن ما يركزش في دخلاته شويه، فممكن ابقى قلقان انا كمدير فني من الانذار الثاني. لكن لعيب زي ديانج يعني رمانه ميزان بس يعني. انا هقول لك ممكن يكون فكره ايه، وخلينا برده نتكلم فضل مع بعض كلنا يعني. اتفضل. هو ممكن يكون فكره ان ديانج عامل حاله كويسه جدا في نص الملعب، حركته كتير جدا في نص الملعب، بيدافع ويهاجم ويعمل تاكلينج ويقطع الكوره ويبتدي هجمه ويعمل لك الاستحواذ، فحركته كتير وبيقطع كور كتير وبيخش على الخصم كتير، فممكن يغلط، ممكن معرض ان هو ياخد الانذار الثاني الشوط الثاني في اي وقت من الاوقات. فهو ممكن يكون كده. انا بكلمك على فكر مستر موسيماني، كلمش على فكر انا، تحسبش كده. ما انا ما بحسبهاش كده. لا هي بس انا بقول لك ممكن يكون مستر موسيماني يفكر كده. لا مش مستر موسيماني ما بيفكرش في وقت المباراه انت تعمل ايه. طب بيفكر ازاي؟ هي قناعاته كده. قناعاته من قبل المباراه، قناعاته كمدرب بياخد انذار ممنوع المجازفه. مهما كان انت كنت مؤثر، مهما انت كنت شكلك ايه، هو قناعاته كده. كل واحد ليه قناعات داخليه بيشتغل عليها، والمدير الفني مقتنع بكده. لما حد ياخد انذار زي ما كان بيتكلم بلال وقت على ديانج واللي عامله، ما بيحبش يخش في فريسك، في مخاطره، في مخاطره. مهما كان الراجل ده يعني، احنا كلنا بنجزم ان ديانج هو محترف بمعنى كلمه محترف، فعارف هو بيشتغل ازاي، بيعمل ايه، حتى لو اخذ انذار هيعرف يتعامل ازاي. ده اللاعب. المدير الفني ايمن بيحسبها حسبه ثانيه، لان في الاخر انت هتيجي تتكلم مع المدير الفني مش تتكلم مع اللاعب. هو بيحسب ان اللي بياخد انذار صح او 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 خطا. انا مش فيها مخاطر. لا انا مش بناقش الشكل نفسه. أيه. انا بناقش ان دي قناعات مستر موسيماني. اللي خلاني بقول كده ان دي مش اول مره. أيه. دي اتكررت كتير حتى مباراة الدوري العام، فواضح ان هو موسيماني القناعه اللي جواه الموضوع ما فيهوش نقاش بالنسبه له. اللي بياخد انذار بيغيره على طول. ممكن لو انت في الخط الامامي استنى شويه عليك، لانك انت زي ما كان بلال بيتكلم احتكاكاتك مش مؤثره قوي. بعد بعد اللاين فورورد الملعب، نص الملعب ورايح لورا. لا ما هو هو بالظبط. دي وجهه نظر، قرار. اكيد طبعا، بس ده بيغير سيستم لعبه. هو يعني مقتنع بكده ماشي. انا يعني بص، هو مدير فني وهو يعمل اللي هو عايزه. خد بالك، هو 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 اضرب فرقته. لكن انت ساعات لما بتعمل، لما بتشيل لعيب بامكانيات وتحط لعيب بامكانيات تانية، انت بتغير من سيستم. كويس بمناسبه يا كابتن اسامه، اصل انك تاخد انذار دي وارد في الكره في اي ماتش وفي اي توقيت.
يعني وحصلت قبل كده. ما انا ممكن اغير بيرسي بتاعه مثلا بين الشوطين ينزل حمدي فتحي في اول دقيقه في الشوط اللي نزل فيه ياخد انذار. طب هعمل ايه؟ طب اقول لك حاجه عشان الموضوع ده هيطول شويه. نطلع لفاصل وبعدين نرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار. ارجوكم انتظروا. مرحبا بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن اسامه كنت بتتكلم قبل الفاصل على موضوع التغييرات والاسباب او الاخطاء اللي وقع فيها النادي الاهلي الماتش ده اللي يمكن تلافيها المباراه القادمه ان شاء الله. هو ماتش وعدى زي ما قلت. يمكن كان ليك وجهه نظر في موضوع التغييرات خصوصا لما لعيب بياخد انذار واتكلمنا فيها. يعني كل واحد ليه رؤيته ولكن اجتمعنا كلنا على حاجه واحده ان مش لازم كل واحد ياخد انذار يتم تغييره. الكره فيها وجهات نظر بس انا بتكلمك في منطق الكره عامه. مش كل لاعب هياخد انذار في اي وقت من المباراه بسهوله يضحي بيه. يعني الكلام ده ساعات انت بتحس ان في مشاكل كتيره اللاعب في كذا مره في كوره عصبي خارج عن شعوره قوي بتاع ممكن في لحظات وما تكونش كمان تاثيره مهم قوي دلوقتي في الفرقه ممكن اغير بعد. لكن انا بتكلم على حاله لاعب يكون احسن واحد في الفرقه ومحرك الفرقه وبيجري وكميه جري وبيقطع وفايق كونه خد انذار مش معنى كده ان لازم يتغير. هي دي النقطه اللي انا بس مختلف فيها. فانا كنت شايف انه ديانج ما كانش اللي لازم يخرج. نفس الشيء قلت لك شريف لانه شريف انت لما كان موجود شريف حتى لو شريف مش في احسن حالاته بيرسي تاو كان بيتحرك من حواليه سهل جدا. هم مش شايفين بيرسي تاو كذا مره يتحرك في الشوط الاولاني ويلعب كره عرضيه زي الجون الثاني بتاع حسن الشحات وكره شاطه وكره شريف وكره يعني كان متداري متداري في وسط لما جه خرج شريف وخرج بدري كمان في الدقيقه 62 نزل قفشه وخرج شريف. قفشه ينزل ما قلناش لا بس كان في اختيارات تانية كان ممكن احمد عبد القادر كان ممكن لا بس هو كان ممكن الوضع يعني الطبيعي الوضع الطبيعي لما السرد باك بتاعهم اتطرد الوضع الطبيعي ان انت بتكثف. ما هو انا ده اللي بقوله هجومك يعني لو كنت بتلعب براس حربه هتحافظ على راس الحربه بتاعك وتحاول تلعب مثلا براسين حربه. ما هو ده اللي انا قلته شريف لما كان موجود وهم كاملين كان بيرسي تاو بيتحرك من خلفه بوضوح فاتنين. لكن لما حصل الطرد في الدقيقه 59 شريف طلع في الدقيقه 62 شريف طلع في الدقيقه 62 انت خليت بيرسي تاو لوحده داخل ال 18. فحتى التعامل في الكرات العرضيه وسواء من الضربات الثابته او من العرضيات العاديه قللت الفرص بالنسبه للناس اللي متواجده جوه 18. انت في واحد اساسي فيرويد شريف اساسي فيرويد ما كان بيوصل ما كانش بيلاقي غير بيرتس تاو وهينشن عليه انما لو في اتنين زي ما بيقولوا كلنا كده موجودين هتلاقيها رايحه جوه مظبوط فحتى لما طلع شريف كان ممكن يبقى البديل حسام حسن يعني هي دي النقطه. ايا كان حتى لو مفيش يعني قناعه 100% لكن وجوده كراس حربه هيسهل حتى على اللي حواليه. فدي نقطه انا بس كنت مختلف فيها. لكن زي ما قلنا الشكل اللي شفنا بيه الرجاء هنا مش في يوم وليله هيتحسنوا الغير عادي يعني اكيد هيتحسنوا اكيد جمهوره ما يديهم حماس طبعا. اكيد قرب النتيجه اللي هي 2-1 هتديهم دفعه بس انت قصدك ان الفرق في المستوى مش هيكون كبير قوي هيزال اختلاف يعني هيزال في ثغرات عندهم وضحت جدا في شكل السرد باكين في الاجناب بتاعتهم في الاطراف في نص الملعب واضح ان في ثغرات كتيره جدا ممكن تستغلها هناك صح بسهوله صح طيب لكن تعالوا نروح للمؤتمر الصحفي بعد المباراه ونشوف مستر موسيماني قال ايه. لماذا الاصرار على عمرو السولية في ضربه جزاء الثانيه رغم ان ضربه الجزاء الاولى دخلت عفوا؟ Well, these people are crazy. It's unbelievable. Are you serious? The problem is Osama, huh? هل شايف مشكله الماتش النهارده حسام حسن ما لعبش؟ It's unbelievable. How did you know he played your score? How did you know? Will he score? كيف عرفت انك هيسجل؟ كان ممكن ينزل وما يسجلش. You have a guarantee he will score? عندك ضمان انه هيسجل؟ You have a guarantee he will score? هيك مش متاكد انه يسجل. Are you sure he will score? 100%?
مش متاكد 100% ان كان ممكن يسجل، كان ممكن ينزل ما يسجلش. الحمد لله. اتفضل. الحمد لله. الحمد لله. لسه في جزء ثاني سؤال. Did you see Sulaya score the first goal? حضرتك شفت بتقول له ليه عمرو سليمان لعب ضربة جزاء الثانية؟ قال لك مش شفت جاب الأولانية سجلها؟ لا ثانية. How do you know he's gonna coach, miss? Do you know? Coach please. تعرف منين كان حياته ضربة جزاء؟ لا من فضلك. You guys are difficult. دكتور عمرو من فضلك هو سؤال واحد وحضرتك بتسأل السؤال والكوتش بيرد عليه. فضلك هو مش انترفيو، هو سؤال والكوتش بيرد عليه. Thank you coach. تفضل. Very difficult game for us. ماتش العودة هيبقى صعب جدا بالنسبة لنا. This game should have been killed, yeah. كان لازم نخلص هنا أصلا. We didn't kill it. ما حصلش ده. But inshallah we'll win there. بس بإذن الله نكسب هناك. Why not? I believe in my team. أنا مؤمن بفرقتي. I've been to Morocco and we won. وإحنا قبل كده المغرب كسبنا هناك. I know the history here. When you've been to Morocco, you never won. بتكسب المغرب هناك صعب. But I've been here. I went to Morocco. We won. صعب تكسب هناك بس الوقت ما انا جيت ومات هناك. And I trust my team. I believe in my team. انا مؤمن بفرقتي. Why we didn't win is because we missed a lot of chances. ليه ما كسبناش فوز كبير؟ انا And there are few elements that I will discuss with my team, with my players. I know and they know. في حاجات نقاط هتكلم فيها مع فرقتي. But it's not for public media. بس ما اقدرش اقولها للاعلام. I believe that we will win in Morocco. انا عندي ايمان ان احنا هنكسب هناك في المغرب ان شاء الله. Okay. So you have to trust the team. لازم تؤمن. Don't turn the team around. Don't turn it around. You have to support these players. We need them. Now you come with Osam Osam today. Are you serious? He's been playing all the time. Did he score? He's been playing. Did he not play? Didn't I play him? I've been playing him. Did he score? Thank you, coach. Please. Wallahi, it's not funny. I don't know. I'm not a magician. I'm a football coach. My job is to teach them how to play. How to dominate, how to move the ball, how to pass, how to get into half spaces, how to go to the wings. The rest I can't do. No, I'm not controlling that. I'm not a magician. No coach controls that. تفضل. Dieng got a yellow card. Dieng got a yellow card. So I can't risk to play 10 against 11 on this game. And I have Hamdi Fati on the bench. So I'm managing the risk. عشان في اسئله كتير وعايزين نخلص البريس كونفرنس. اتفضلوا. حبيبي. He doesn't want to mention that. Yeah, but how do I talk about the ghost? How can I answer a ghost? It's a ghost you're talking about. Muhammad Sharif, he's asking about Muhammad Sharif. What about Sharif? He missed many opportunities. He's not matching with the team. Yes, it's okay. We can see. You can see. I can see. حياتك شايف ده وانا شايف ده برضه. تمام. That's why I don't keep him for long on the pitch. عشان كده خرجته بس مش وقت طويل في الملعب. تفضل. First time.
especially in the first half. How do you see the opportunity missed? على فريق الرجاء يعني ما شفنا بقى برضو تسرع عدم تركيز شويه من اللاعبين في انهاء الهجمه طبعا ما بنحملش حضرتك هذا الامر التوفيق غاب النهارده عن اللعيبه سواء في الشوط الاول او I'm not blaming the players. أنا ما بلومش اللاعبين. I'm not a coach who hides underneath and give responsibility to the players. بخفي نفسي وبدي مسؤولية. I don't run away. I face the problem. بدي مسؤولية. أنا بواجه كمدرب بواجه. I'm responsible for the team. أنا المسؤول عن الفريق. When they score goals, I'm responsible. When they don't score, I'm responsible. سجلوا أو بيهدروا هو المسؤول. Okay. So when they miss, what can I do? لو أهدروا هعمل إيه أنا؟ All we have to do is to go to Morocco first, not to concede a goal. أول حاجة فودنا معنا نروح المغرب أول حاجة ما تدخلش فينا هناك. First. Second, to score a goal. تاني حاجة تسجل هناك. And you and me, we don't know the future. حياتك أنت وحياتك مش عارفين المستقبل. So it's very difficult to write us off and say we are not going to make it. صعب تقول خلاص يعني تيأس وتقول خلاص إحنا مش هنعمل ده ومش هنحقق. Because we are a good team. أنا فرقة كويسة. We forget quickly who was won the Champions League two times. إحنا بننسى بسرعة مين البطل الأفريقي النسختين اللي فاتوا. I'm not saying we're gonna win it the same way, easy way, but it's part of our life. It's difficult. بنفس بالسهولة زي السنتين اللي فاتوا بس ده جزء من حياته ومصيرنا المفروض نتعامل معاه. So we have to defend our goal. لازم ندافع. And how do you defend your goal? إزاي تدافع ده؟ Is by scoring. دافع على هدفنا دافع على هدف ان احنا نسجل هناك. If you don't score, you keep zero. على الاقل لو ما سجلتش هناك ما يدخلش. We have two opportunities. عندك فرصتين. So we should focus on those two opportunities. عندك فرصتين. Try and score. تحافظ عليهم. If you don't score, keep zero. لو لان احنا هنسجل لو ما سجلناش على الاقل ما يدخلش فينا جوان هناك. اخر سؤال last question please. لا حرج. مركز غير مركزه مش مستوى غير مستوى حضرتك تقصد يعني ايمن اشرف وحمدي فتحي ما لعبوش في مراكزهم وادوا كويس ايه رايه فيهم شكرا استاذ محمد هو سؤال واحد I must evaluate حمدي فتحي what do you think about it they play in the other position different position in spite of that حمدي فتحي and ايمن اشرف they play the way full back and ايمن اشرف played left back because معلول is injured yes he played very well he played very well are you satisfied okay it's not معلول It's not Malul. هو لاعب كويس بس برضه مش عارف. أيمن أشرف at left back is not Malul. لاعب كويس بس مش مستوى. In this match with Malul is different. لو ماتش ده علي معلول بيلعب كان مستوى. Because he gives us many pass to score. لأن بيعمل باصات كتيرة جدا بيعمل. Okay. It's not the same, but we have injuries. بس عندنا إصابات لازم. And we cannot put the blame on Ayman Ashraf. No, he played very well. إيه هلا yes, I have to play him. What am I gonna do? مش حلوم وتقول أو تقول بيلعب كويس قال أوكي ما. So we should score the goal. We didn't score the goal. We missed a lot of chances. تمام and we lose the penalty. Okay. But it's okay. Thank you coach. Because Solaya scored the penalty. So you can't say he is not going to score again. Unless you are magicians. If you know tell me quickly then I'll change. لو اعرف بقى ساحر يقول لي بقى مين يلعب ضربه الجزاء يقول لي قبل ما لكن انا واحد جاب ضربه الجزاء الاولانيه اديته الثانيه طبيعي. Trust this team. ثقوا في الفرقه دي. You don't think that we can come back from Morocco? يعني ما عندكوش ايمان الفرقه دي ممكن نرجع من المغرب بتاهل مش واثقين فيهم حبيبي تراست ذيس تيم ثقوا في تراست ذيس تيم ثقوا فيهم ثانك يو كوتش بيتو سوين اند ثانك يو جايز قدامنا دي يا جماعه يمكن شفنا مستر موسيماني في المؤتمر طبعا كان باين عليه علامات الغضب او الزعل يمكن في البدايه اتكلم ببعض العصبيه ولكن هو قال طبعا ان هو بيثق في لعيبه النادي الاهلي في ماتش العوده ان شاء الله وقادرين على حسم الامور هناك ان شاء الله المباراه العوده هتكون صعبه ولكن هو بيثق في لعيبته ان شاء الله طبعا مباراه العوده ظروفها مختلفه هتتلعب باسلوب تاني ولكن هو ممكن يتاهل لانه في هدف قدام النادي الاهلي دلوقتي وقدام لعيبته والجهاز الفني
ان هو يوصل للدور اللي قبل النهائي. هو عنده الافضليه بفارق هدف، الاجواء هتكون صعبه، ولكن يمكن للجهاز الفني ولاعيبه النادي الاهلي التعامل مع هذه الاجواء. كلم او كلموه في موضوع ركله الجزاء المهدره، قال لك انا يعني مش ساحر عشان اعرف اذا كانت البينالتي دي هتضيع ولا مش هتضيع. يعني هو سؤال غير يعني غير منطقي يعني من الصحفي اللي سأل. قال برضو ان هو مسؤوليته خلق الفرص ان اللعيبه دي توصل لمرمى الخصم وتهدد وتخلق فرص، ولكن ضياع الاهداف مش مسؤوليته. وده برضو كلام منطقي، لان احنا اتكلمنا كتير جدا 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 عن اهدار الفرص قبل كده. النهارده كانت فرص مهدره، انا ان شاء الله هجيب الاحصائيات فهتلاقوا ان الفرص المهدره النهارده كانت كتيره جدا. مهدره فرص بنسبه يعني تكاد تكون بنسبه فوق ال 95% اهداف محققه. كلم في الاخر برضو تاني، يمكن هدي شويه في الاخر، وقال ماتش العوده لينا هدف محدد. هنلعب على الهدف المحدد، واثقين في نفسنا، هنتلافى الاخطاء اللي حصلت النهارده، هنشتغل عليها الفتره ديت، وباذن الله باذن الله نتاهل للدور اللي بعد كده. كابتن شريف، رايك في كلام مستر كابتن بلال؟ لما احنا كلنا بنتكلم في الموضوع. هو طبعا بعد المشهد النهارده في بيتحمل مسؤوليه هو قال انا اتحمل مسؤوليه المباراه. ما بيحملش لاعبين اي حاجه وما والعصبيه اللي انت بتتكلم عليها ان هو في اسئله ساعات اللي بيكلمه على ضربه الجزاء المهدره، اللي بيقول له انت كنت لازم تعمل تغيير، في اسئله احنا نقدر ننوه ان احنا كنا لازم نلعب باثنين راس حربه، لازم نعمل شكل معين يقدر يطلع باك. هو قاعد في الملعب تحت بالجهاز بكله، بيبقى لهم شكل تاني، بيبقى لهم رؤيه تانيه، بيبقى لهم لغه مع اللاعبين. ممكن لعيب يقول له انا مش قادر، ممكن يقول له انا تعبان، ممكن يبقى خايف من حاجه معينه زي تغيير ديانج. بيبقى هو عشان كده بيقول لك انا المسؤول، ليه رؤيه خاصه، انا المسؤول عن اي حاجه بتحصل. عدم خروجه بثلاث اهداف، عارف لو خرجنا 3-1 كان ممكن الوضع يبقى مختلف شويه، حكايه مختلفه تماما لو ضربه الجزاء دي دخلت هارد لك يعني. ف دايما هو في المؤتمرات الصحفيه اللي بيعملوها بيحاولوا ياخدوا منه اي تصريح خدت بالك ينزلوا بيه قبل المباراه اللي جايه او في اللحظه دي. اللحظه دي الترجي الرجاء حاسس ان هو راجع بغنيمه ممتاز. اللي هو الهدف اللي هو جابه، منتظر ان هو يكسب واحد. ولكن مستر موسيماني رد وقال انا فرقتي اثق فيها تماما، اثق في لعيبتي تماما، وانا احسن منهم. ايوه، وان شاء الله المباراه اللي هناك هنثبت بكده. فخلينا نمشي ورا التصريح مستر موسيماني اللي هيبث الروح في لعيبته، وده اللي انت كنت بتسالني عليه من شويه، التدعيم ايوه في المرحله الجايه للفريق وللاعيبه. هو قام بجزء، اتمنى انه يبقى جوه الغرف كمان. طيب، اتمنى انه في الحاله اللي جايه ماتش يوم الجمعه الجاي من هنا ليوم الجمعه يكون قدر يستحوذ زعل اللعيبه على خساره الاهداف اللي راحت النهارده دي ويلم الشمل، والتدريبات اللي انا قلت لك عليها ينمي الرغبه التهديفيه في الفرقه كلها باذن الله. ان شاء الله يعني قادرين باذن الله نعدي الدور ده باذن الله. ان شاء الله باذن الله. طب خلينا كابتن علاء نطوي صفحه مباراه النهارده ونتكلم على الفتره اللي جايه. اطوي. ماشي، قفلنا الصفحه. قفلها خلاص. الفتره اللي جايه في عندك تقريبا 6 ايام. كويس. هتأهل نفسك لماتش العوده. ظروفه مختلفه. اسلوب اللعب هيتغير؟ ممكن الطريقه تتغير. تبقى؟ 3-4-3. ودي مش طريقه دفاعيه خالص، باش محدش يقول لك احنا هندافع خالص، بالعكس الطريقه بتديك استحواذ كويس قوي، بتأمين كويس قوي، وبتديك اطراف بتشتغل كويس جدا، ولما بتشتغل بيها بتشتغل بيها كويس جدا، والى حد كبير بتامن القلب الدفاع بتاعك ونص الملعب. ممكن الى حد كبير موسيماني يلجا للطريقه دي. اهم من الطريقه ايمن الاستعداد النفسي للمباراه. يعني سهل جدا اللي انا بقوله ده، المدير الفني هيعرف والطريقه ايه والافراد موجودين الحمد لله، مفيش اصابات، فالامور هتبقى سهله. لكن الاعداد النفسي للمباراه ده الاهم. مظبوط. اعداد لحاجتين، في حاجه ايجابيه في ايدك ان انت غالب وعندك اكتر من نتيجه ممكن ترجع ان شاء الله بالمكسب. دي حاجه ايجابيه خليها معاك.
حاجه التعامل مع اجواء المباراه نفسها هي دي مكان قلبك. الحاجه اللي مش في صالحك اجواء المباراه هناك وضغط الجماهير اللي هعمله جماهير الرجاء. جماهير الرجاء صعبه جدا جدا جدا، بتدي روح للعيبه مش طبيعيه، واللعيبه اللعيبه المغاربه او قدام شمال افريقيا دايما روحهم عاليه جدا، فالجماهير هناك هديهم دفعه كويسه. كيفيه التعامل اثناء المباراه ومن بدايه المباراه ده عندنا اهم، ازاي هلعب ازاي وهبدا ازاي ومين هيلعب والكلام ده. ده المهم، ازاي امتص حراره التشجيع بتاع الجماهير اللي هينعكس اكيد على اللعيبه، هينعكس على اللعيبه في كل حاجه، التحامات وجري، وهو شايف هدف قدامه ان هو مش صعب يجيب هدف. ما انا جبت هدف في القاهره، لكن هو النهارده لو حسب ان لو النتيجه الطبيعيه النهارده في القاهره 5-6-1، ده طبيعي على فكره. عشان كده بقول لك النهارده كانت حاجه في ايدينا يعني كبيره قوي، بس للاسف ما فيش نصيب. الحمد لله، تقول الحمد لله، الحمد لله انك طلعت 2-1 طبعا. تفكيرك لازم يبقى كله ايجابي من بكره، السلبيات ابعدها خالص، الجهاز الفني والموسيماني والجهاز المعاون وكابتن سيد وكل الناس دي، كل اللي اتكلموا فيه حاول تخرج اي فكره سلبيه عن مباراه النهارده ومباراه القادمه. اتكلم عن نقاط ايجابيه كلها ايجابيه يعني. اول واحد انا ممكن اتكلم، اروح اتكلم مع عمرو السليه عادي جدا، كل اللعيبه في العالم بتضيع مفيش مشكله وانتهت. وعمرو اعتقد من نوعيه اللعيبه اللي عنده ثبات انفعالي كويس، ما بيأثرش في الحاجات دي كلها. وابدا افكر يعني بكره ممكن ادي راحه خالص، يعني ابدا افكر ان شاء الله من يوم الاثنين ازاي نفسيا اهل لعيبتي اخرجهم من جو الهزيمه بتاع من جو النهارده اللي حصل، وابدا افكر كويس قوي بهدوء. وحتى موسيماني في نوع من العصبيه شويه، لان خلاص لسه المباراه خلصانه حالا، وهو كان سير المباراه ايمن اعصابنا احنا كمحللين. انت مباراه سهله جدا بتفكر فيها كده، ايه ده انا كان ممكن اخسر يعني على الاقل 5 على الاقل، زي ما بلال كان ممكن تحسم بالظبط يعني. فتخيل بقى انت المدير الفني نفسه اللي هو كان ممكن يسافر سفريه المغرب، مفيش اي مشكله خالص عنده دلوقتي، لا النهارده التفكير اتغير عشان النتيجه اتغيرت النهارده. لكن انت فريق كبير، هو مش شايل المسؤوليه عن كل اللعيبه، ودي حاجه ايجابيه. لكن هو عارف هو مسؤول عن مين، مسؤول عن النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي. فان شاء الله يسافر المغرب بهدوء ونرجع ان شاء الله بالمكسب ان شاء الله باذن الله رب العالمين. طيب تعالوا نروح للمؤتمر الصحفي رشيد الطوسي مدير فني الرجاء المغربي، ونشوف قال ايه بعد احداث المباراه. برحب بكوتش رشيد طوسي، من فضلكم لو حد حابب يسال سؤال يتفضل يرفع ايده. كوتش قبل ما نبدا بالاسئله، من فضلك كلمتك عن مباراه النهارده. ثم كما شاهدتوا بان المباراه ما كانتش سهله، احنا عارفين الصعوبه ديالها ضد فريق الاهلي اللي اكيد في ميدانه وبالجمهور ديالو دخل منذ الدقائق الاولى، وكان هناك ضغط اكيد، والضغط يولد انفجار، انفجار بضرب جزاء. ضرب جزاء في اعتقادي لم تكن صحيحه بالرغم من الفار، ولكن هذيك ضربه جزاء هي اللي شيئا ما نرفزت اللاعبين، وحنا تكلمنا باش بقاو هادئين لان هذا فريق الاهلي، واكيد بحال ضغط خصوصا في ربع ساعه الاولى يعني 15 دقيقه الاولى. ف اكيد من بعد النرفزه كان هناك بعض الاخطاء، خصوصا انه كان اربعه ديال المهاجمين منهم عبد القادر اللي دائما كيكون وراء المهاجمين يعني بشكل اربعه، وحنا بثلاث مدافعين، واكيد ملي كيكون ما كانش واحد الحراسه على ثقل هاد اللاعبين في اي لحظه من اللحظات كيمكن يعني يقلب على العمق، يبحث على العمق، وعلى اثر هذا تسجل يعني في اظن بان في 10 دقائق الاولى الهدف الثاني. من بعد واحد عدم التركيز انا ما لاحظت في المباراه ديال اللاعب من اللاعبين، ولكن شفنا بانه من بعد ما غيرنا حتى المنظومه ديال اللعب سيستم ديال اللعب، اكيد اخراج واحد من قلب الدفاع وادخال لاعب وسط الميدان حصل هناك واحد التوازن، واكثر من هذا سيطر في وسط الميدان، ولا اثرات حكمنا يعني في مجريات المباراه. اظن بانه الهدف اللي سجلناه جاء في واحد الوقت مناسب يعني في الدقائق الاخيره من الشوط الاول، واكيد زاد حفزنا اكثر ودخلنا يعني بمعنويات على اساس احنا نضغطوا على الفريق الاهلي في الشوط الثاني، وفعلا داك الشيء اللي حصل. شاءت الاقدار ان تكون يعني زاد الطين بله يعني بورقه حمراء اخرى، واكيد شكل بالنسبه لنا صعوبه، ولكن هنا كنحيي بحراره كل اللاعبين لانهم كانت هناك قتاليه، كانت استماته ماشي بالسهل باش تحافظ على هذه النتيجه ديال 2-1 اللي سجلنا خارج الميدان ديالنا، وخصوصا وانه
كنهني كذلك الرجوع القوي ديال اللاعب زنيتي من بعد الاصابه ديالو، لانه التقى ضربه جزاء واظن بانه زاد حمستنا اكثر. فاكيد بانه تحت هذا الايقاع اللي كان ايقاع عالي جدا، وكذلك الاقحام ديال بعض اللاعبين الذين لهم حس هجومي من طرف بيتسو موسيماني، حتم عليا كذلك تاعنا باش نشوف يعني فين اصبحت يعني الثغرات، وتحتم لي بعض التغييرات باش نخلق ذاك التوازن، خصوصا لاعبين بتسع لاعبين في الوسط. فاظن بان هذا الشيء كله ملي كتشوف ذاك الاحتياط بالنسبه لي كلهم لاعبين شباب، واللي دخلوا لاعبين شباب، وكنا في اخر دقيقه بقوسين تجي الاصابه ديال التعادل. اكيد بانه هناك حارس عملاق، حارس كبير، ولكن في نفس الوقت هذا هو يعني الشغل الشاغل باش نوليو من ناحيه ديال التهديف تولي عندنا شويه ديال الفعاليه. اظن بانكم كنا فعالين في بعض فهاد الدقائق الاخيره، يمكن هذاك اللي كان هدف واضح كنا نسجلوه من طرف اللاعب الهبطي، وهذا لاعب شاب كذلك اللاعب شبون، لانه بالايقاع حصر الارهاق خصوصا لاعبي الاظهره الذين ابلوا البلاء حسن. ف من كنهني اللاعبين ديال فريق الرجاء البيضاوي على الاستماته كما سبق ذكرت على اللاعب القتالي، واكيد بانه هذا الشوط انتصر فيه فريق الاهلي، وينتظرهم شوط اخر ان شاء الله في الدار البيضاء، ونتيجه اعتبرها بالنسبه لنا في ظل المعطيات كلها هذه اللي شرحت لكم، اظن بالنسبه لي انا نتيجه اللي بالنسبه لنا غتخلينا باش عندنا امل كبير ان شاء الله باش نحققوا نتيجه ايجابيه ان شاء الله في الدار البيضاء امام جمهورنا، امام الحماس ديال اللاعبين ديالنا، ان شاء الله باش نمروا ان شاء الله في الشوط الثاني للدور المقبل. شكرا كوتش، تفضل. هما في سؤالك كاين الاجوبه، هما الاثنين، وحبدا بالاخير لانه فريق الاهلي لازم تحترمه، ولكن في نفس الوقت الهدف اللي سجلناه يعتبر بالنسبه لنا كنز، لانه به يمكن ان شاء الله نضمنوا التاهل، لان ماشي بالسهل باش تسجل يعني على فريق الاهلي خارج الميدان، خصوصا ومن بعد ما كنا لاعبين غير بتسع لاعبين او 10 لاعبين زائد حارس المرمى. واظن بانه هذا انا كل مره العب هنا في مصر وفي اي فريق مصري دائما كنحس بان هناك احترام ديال الجمهور لكل الفرق اللي كتجي هنا، اكيد بانهم من حقهم يعني حتى يكونوا يعني عندهم انتماء لفريقهم كيشجعوا الفريق ديالهم، هذا حق معقول وحق يعني واجب، ولكن في نفس الوقت ملي وقلتها في ندوه صاحبي من قبل ملي كيشوفوا فريق بانه يعني كيلعب كره جميله، وحنا في بعض اللحظات يعني مرينا مجموعة تكتيكيه اللي في المستوى، اكيد بانه الجمهور تحسنا، ولكن اكيد بانه يعاود يحفز اللاعبين ديالهم باش يرجعوا في المباراه، وهذا ما كان. شكرا. انا افصل وسبق ان فسرتها بان النرفزه اللي كانت مبالغ فيها اثناء يعني نقول لك التحفظ او عدم قبول ضرب الجزاء، لانه اللاعب اللي ضرب الجزاء يعني بالحرف تكلم معايا وقال لي الكره ضربت في رجلي مش في يدي، يعني كان متاكد، واكيد بان الفار له شكل اخر، ولكن هناك انا اعتبر من حكم الوسط اظن بانه حتى بتصرفاته اطرى اللاعبين ونرفزهم شيئا ما في اوراق الصفراء، واظن هاد النرفزه هي اللي خص يقلوا منها بعض اللاعبين حتى ما يكونش تعرف الاخطاء، فاكيد بالنرفزه كتاثر لك على المردود ديالك وعلى المهمه المنوطه بك، واكيد ما كيولي اخطاء، وسبق وكانت اخطاء دفاعيه اللي سجل بها الهدف الثاني، ولكن من بعد ولات هناك يعني توازن، وكان هناك شراسه، وكانت هناك يعني علما بانه في كل اطوار المباراه الفريق الاهلي اصبح دائما فريق عنده لاعب اضافي اكثر منه، اكيد الفريق الاهلي وبلاعب اضافي يعني وتحافظ على النتيجه، فهذا بالنسبه لي دفاعيا كمنظومه شيء جد مهم بالنسبه لي، وشكرا على الحفاوه ديال الاستقبال. شكرا.
اخر سؤال الكوتش رشيد توصي اتفضل. فالحين اكيد بان ناخذ دروس من هذه المباراه، واكيد مباراه الاياب امام جمهورنا كذلك، وحنا كنعرفوه في ملعب يعني المركب محمد الخامس، هو مركب يمكن عنده في 10 مرات جمهورنا يمكن يكون عنده اضافه. هنا شفنا بالنسبه لنا يعني اكيد حماس الجمهور ديال الاهلي، ولكن حنا لاعبين امام جمهور ديال الرجاء تيكونوا يعني بحال اللي يوليو تيربو، عرفتوا تيربو السيارات تيربو يعني كيولي. فاكيد بانه وحنا كذلك لازم نستخلصوا دروس من هذه المباراه، شنو الاخطاء اللي ارتكبنا، شنو الامور اللي كانت بالنسبه لنا ايجابيه، واظن هناك امور كانت سلبيه وامور ايجابيه وناخذ منها عبره ان شاء الله. شكرا. رشيد توصي مدير فني الرجاء، شكرا. شكرا. شوط اول انتهى وناقص شوط ثاني باذن الله قادر النادي الاهلي فيه على الفوز او على الاقل المحافظه على فارق الهدف بينه وبين الرجاء المغربي. هنروح لفاصل، نرجع بعد الفاصل نستقبل خبيرنا التحكيمي المتميز دائما كابتن ناصر عباس، ارجوكم انتظرونا. بنرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وبنرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز دائما كابتن ناصر عباس. كابتن ناصر اهلا وسهلا بحضرتك. تحياتي لك كابتن ايمن، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. تحياتي للنجوم الكبار كابتن شريف عبد المنعم، كابتن علاء ميهوب، والكابتن اسامه عربي، وكابتن احمد بلال. اهلا بيك. الله يخليك. مبروك للنادي الاهلي، وان شاء الله باذن الله نبارك ان شاء الله باذن الله كابتن ايمن في المباراه القادمه ان شاء الله نبارك له، وهارد لك لنادي الرجاء. خلينا نروح للحكم والمباراه النهارده كابتن، كانت صعبه تحكيميا على الحكم جان جاك ندالة اللي هو مرشح بقوه كابتن شريف لكاس العالم اللي جاي، يعني ده احد الحكام اللي هم مرشحين لكاس العالم 2022، وطبعا الاتحاد الافريقي بيعول عليه في الفتره اللي جايه. نروح لكمان الفار النهارده كان ليه دور كبير جدا جدا كابتن احمد. الفار النهارده كان دور ايجابي جدا في حسم اهم لعبتين، وهي ركله الجزاء الاولى اللي هي صحيحه 100% للنادي الاهلي، وهقول لما تيجي الحاله وهنشرحها. والحاجه الثانيه في الهدف اللي هو الثاني اللي هو حسين شحات احرزه، ايضا كان الفار ليه دور كبير وما خدش وقت كابتن علاء، وده اللي احنا بنتكلم فيه، ان الفار النهارده كان عنده الاليه السريعه ان هو يحسم الهدف اللي هو صعب جدا جدا جدا، وهنشوف يمكن الصوره معانا وهنشوف الحالتين دولت اللي هم مهمين. ولكن انا بس باخد على الحكم حاجه بس كابتن علاء، هي ان النهارده يعني لعيب الرجاء ومن حقهم ان هم تفننوا في اضاعه الوقت للاسف الشديد، وانت كحكم المفروض يبقى انت يعني تكون ضد هذا الكلام، لان الفير بلاي دايما بينصح انك انت لابد انك انت كحكم تستأنف اللعب بسرعه، لكن النهارده الحكم للاسف الشديد هو ساعدهم كابتن اسامه، يعني الحكم كان النهارده ساعد هؤلاء اللاعبين على ان هم يضيعوا الوقت اكتر من مره، لدرجه ان عندنا كابتن فريق اللي هو كان عنده بطاقه صفراء وارتكب خطا، هو اضاعه الوقت راح له، يعني المفروض انت طالما رحت بقى تدي الانذار الثاني والطرد، هو طبعا راح وطبعا وما اداش الانذار الثاني، الحاله دي معانا اللي هو رقم 5. انما النهارده انت فنيا كنت كويس والفار كان كويس، القرارات التحكيميه كانت جيده في ركلتي الجزاء وفي الهدف المحتسب، ولكن نتكلم بقى في موضوع ضغط الوقت. النهارده كمان يمكن لاعب النادي الاهلي النهارده كان المفروض النهارده كمان يروحوا للحكم كابتن احمد، يعني يحسسون ان يضغطوا عليه، يضغطوا عليه، يعني دي مهمه جدا جدا كابتن. انا بتكلم كمان تحكيم كحكم لابد ان يضغط عليه، يعني مش عيب ان انا بطلب بحق كابتن شريف في اضاعه الوقت، يعني النهارده 5 دقائق بيحسموا الشوط الثاني، الشوط الثاني النهارده مش اقل من 8 9 دقائق، صح؟ ضايع. هنروح للحاله اللي هي الاولى ونشوف تحليل الاداء التحكيمي في هذه الحاله. هنا بنتكلم بالكون الكابتن علاء، الفار هناك شاشات خاصه توضح الالعاب اللي فيها لغط، تمام يا كابتن علاء؟ يعني مش كل اللي احنا بنشوفه على المشاهده هنا اللي بيروح للفار، الفار هنا عنده كاميرات خاصه وعنده حالات خاصه. هنا بنقول هنا اليد، اليد هنا في وضع غير طبيعي. يعني ايه في وضع غير طبيعي؟ عندما تكون وضع اليد في وضع غير طبيعي ومكبره الجسم، هنا بنحتسب على طول لمسه يد، سواء الكره كانت خارج منطقه الجزاء او داخل منطقه الجزاء. البعض قال لك ده الكره جت في الفخذ ثم ذهبت للايد،
انا معاك، حتى لو الكره جت في الفخذ كابتن احمد طبقا للقانون، بنقول لو ارتدت الكره من جسم اللاعب من اي مكان ثم ذهبت الى يديه اللي هي مش في وضع طبيعي ومكبره حجم جسمه، ايضا مخالفه لمس الكره باليد. ولكن انا شايف ان هنا الكره بتصطدم في اليد اللي هي مش في وضع طبيعي، وبالتالي هنا ركله جزاء من الفار. مهدي عبيد النهارده كان حكم شاطر النهارده في الفار، لم يتردد في احتساب هذه الحاله، وانا بقول ركله جزاء صحيحه اللي هي ركله جزاء الاولى اللي هي عمرو السوليه سجل منها الهدف الاول. الحاله الثانيه، شوف دقه التسلل هنا، وبشيد بالحكم المساعد كابتن احمد رقم واحد، وده برضك مرشح لكاس العالم. شوف صعوبه اللعبه كابتن، هنا بنتكلم في ايه؟ بنتكلم في تقريبا يمكن الركبه هي مغطيه تسلل اللاعب رجاء. هنتكلم في اللعب، الكره اتلعبت بالعرض من لاعب النادي الاهلي هنا لحسين الشحات، هتعدي طبعا كل الناس ديت، ونشوف دقه تميز الحكم المساعد في تمركزه وفي قراءته لصحيح اللعب ان هو سمح باستمرار اللعب، وبالتالي هنا بنقول ان الفار كان شاطر جدا، جاب لنا الحاله واللعب استأنف، وهنا هدف صحيح للنادي الاهلي في هذه الحاله. الحاله بعد كده، انا النهارده يعني من غير ما اقول ان اللاعب يعمل الكلام ده كابتن علاء، يعني هذا اسلوب غير لائق ابدا من اللاعب النهارده يمسك الشورت بتاع الحكم عشان هيديله بطاقه، يعني هذا الكلام طبعا يعني يجب على نادانا النهارده ياخد باله من الحاجات دي، حاجات دي طبعا صعبه جدا جدا من الحكم، يعني اللاعب يمسك ايدك او يمسك الشورت دي 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 ما تخليش حد يقرب منك، ولابد انك انت تاخد اجراء في هذه الحاله. الحاله الاصعب بعد كده بقى للمساعد الحكم لاينزمان بالظبط، يعني مش ممكن ابدا اللي بيحصل النهارده ده، دي لقطه فعلا يجب ان هو لجنه الحكام في الكاف لابد ان هي تقف صحيح عندها. هنا بنشوف هنا في انذار للاعب، تمام، يعني هو ده الانذار نتيجه ان هو طبعا مسك الشورت بتاع الحكم. الحاله بعد كده هنا علي جانج، هنا بنقول التهور، والتهور هنا دايما بنقول ان هو ما فيش في فصال كابتن احمد بطاقه، يعني لابد ان هنا انا كلاعب النهارده خلي بالي من النقطه ديت، وانا رايح مش هنجح في لعب الكوره يبقى انا اعمل بس اامن نفسي ما اخشش بهذا الدخول اللي انا خدت فيه بطاقه صفراء ممكن تبقى سبب في ان انا اخد البطاقه الثانيه وتبقى مشكله بالنسبه لي. هنا بطاقه لاليو وبطاقه صحيحه للانذار. نشوف الحاله الثانيه بعد كده. كابتن هنا بنتكلم في الماده 12 وهي منع فرصه محققه لتسجيل هدف. يعني ايه منع فرصه محققه؟ هذه الكره لو عدت الايد جول جول مفيش فيها كلام، وبالتالي هنا لما يتردد الحكم نداله، وده كان قرار يعني كان قرار صحيح في ان هذا اللاعب لما حط ايديه في الكوره منع الكوره من دخول المرمى طبقا للقانون، منع فرصه محققه وهي بطاقه حمراء مباشره، ودوت اللي عمله الحكم في هذه الحاله، ما كانش محتاجه مراجعه من الحكم الفار، وبالتالي هنا ركله جزاء وطرد صحيح للاعب مدافع نادي الرجاء. بعد كده بنشوف هنا خمسه محسن متولي، محسن متولي ده هو واخد انذار، واخد انذار، تخيل الحكم بيقطع بحوالي 40 يارده بيروح له. انا النهارده لما اروح للاعب في هذه الحاله هو ضيع وقت، هو عنده بطاقه لابد اديله بطاقه احمر على طول، بديله بطاقه الصفراء الثانيه مظبوط، وبعدين اطلع الاحمر، ما ينفعش انا الحكم النهارده انا بداري على خطا لاعب، هو هنا تعمد اضاعه الوقت طبقا للقانون، بطاقه ثانيه والبطاقه الحمراء، ولكن للاسف الشديد هو راح برضك حذره. التحذير ده بيجي في اول مره بس كابتن ايمن، ما بيجيش في البطاقه ابدا مظبوط، ده اللي احنا بنتكلمه على الحكم نداله. نشوف بعد كده هنا اللقطه الشهيره اللي احنا بنتكلم فيها كده. انا كحكم او حكم ساعد او حكم رابع انا عندي اليات القانون اللي ان انا ممكن من خلالها اخد حقي، لو لاعب جه النهارده احتك بيك كابتن احمد، انا النهارده ما يجب عليا انا كحكم ان انا امسك اللاعب بهذا الشكل، يعني هذا الحكم المساعد لابد ان هو يحاسب على هذه اللقطه، من غير ما اقول النهارده انا كلاعب او كحكم اخد حقي بايديا، ودي يمكن اللقطه اللي هي كانت اخر لقطه تقريبا معانا. ولكن بشكل عام قلنا قرارات التحكيم النهارده لم تؤثر في نتيجه المباراه، ولكن كانت عادله باستثناء اللي هو اضاعه الوقت اللي هي كان مبالغ فيها من لاعبي الرجاء اللي هم تفننوا، يعني انا تفننوا واحنا على ملعبنا كابتن ايمن في اضاعه الوقت والحكم لم يحسب هذه الامور. اتمنى ان شاء الله باذن الله التوفيق للنادي الاهلي في المباراه القادمه ونبارك باذن الله على الصعيد. اشكرك شكرا جزيلا خبيرنا التحكيمي المتميز دايما كابتن نصر عباس، الف شكر. وانتهى الفقرة التحكيمية أعزائي المشاهدين، بنصل لنهاية الاستوديو التحليلي لمباراة الأهلي والرجاء المغربي في ذهاب دور الثمانية لكأس أندية أفريقيا أبطال الدوري، والتي انتهت بفوز النادي الأهلي 2-1. مبروك للنادي الأهلي وبتوفيق المباراة القادمة إن شاء الله.
حابب في النهايه ان انا اشكر نجومنا الكبار اللي شرفوني النهارده، كابتن شريف عبد المنعم، الف شكر يا كابتن. بشكرك كابتن ومبروك، وعقبال ان شاء الله يوم الجمعه باذن الله المباراه هناك ان شاء الله. كابتن اسامه عرابي الف شكر يا كابتن. شكرا ايمن، وان شاء الله اولا مبروك، وان شاء الله نحسم اللقاء الثاني في المغرب باذن الله رب العالمين. كابتن علاء مهيوب الف شكر يا كابتن، نورتنا. نشكرك يا ايمن، مبروك النهارده الشوط الاول، وان شاء الله خير في المغرب ان شاء الله يا رب ان شاء الله. كابتن احمد بلال هدفنا، نورتنا يا كابتن. ربنا يخليك كابتن ايمن، وكلنا يعني بنثق في النادي الاهلي لعيبه، ونتمنى ان شاء الله باذن الله تعالى ان احنا نرجع بالانتصار ان شاء الله يا رب ان شاء الله. شكرا لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى، واستوديو تحليلي اخر لكم مني اطيب المنى ورقه حياتي.